هنا على طول ركنيه خمسه ركنيه جديده، لكن الحارس كوفي يبعد وكره انضغط فيها على احمد فتحي مقطوعه، هجمه مرتده خطره جدا، لكن حسام عاشور ادي امامنا الانطلاقه وجاي على طول احمد فتحي، لكن اتلعبت في المساحه وانطلاقه في الجنب الشمال عن طريق اللاعب كوليبالي، كوليبالي ده على حدود منطقه الجزاء خطره جدا. الهدف الاول يانيك زكري، يانيك زكري يسجل في هذه الكرة في الدقيقة كام؟ الدقيقة 29 وسط السيطرة واستحواذ أهلاوي، لكن هجمة اتعملت من قبل في الدقيقة 16 يسجل زكري بعد مرور 29 دقيقة. هدف في المساحة 8 وأول كرة خطيرة بقى، شوف أحمد فتحي يعني محاولة الأكيد مغالطة الحارس كوكب عام 96، أيضا هذه كرة خطيرة زكري يراوح حذري حذري خطيرة جول للاسيك بنفس الطريقة، زكري يسجل هدف أمام الوداد البيضاوي نفس الطريقة. نعم نتذكر شريط هدف زكري في مرمى الأهلي المصري، هو يعيد السيناريو مرة أخرى، قلت في دقائق الشوط الأول ردوا بالكم من زكري، انتبهوا لزكري وتحركات زكري، هو ينسل هو يراوغ هو يسدد ويسجل هدف التعادل. مرة أخرى شوف الاستلام من زكري يتجاوز مرتضى فعل ثم بالقدم اليمنى يسدد هنا في الزاوية اليمنى لمرمى الحارس سهير العروبي. تنطلق المباراة من الصفر، تنطلق المباراة من الصفر، 1-1 لاسيك يعدل النتيجة ونحن نقترب من الدخول في العشرين دقيقة المتبقية على نهاية المباراة. هذا هو زكري فعلا أرابلس الليبي هناك بزويته، نعود للمباراة الآن في الأمام، وهذه فرصة 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 خارج المرمى، وانزا بوجه القدم اليمنى يحاول طبعا إرسال الكرة في الزاوية البعيدة لكن مرت كورته بهذا الشكل المرمى تماما، بتكون لديه الفرصة الأفضل للتسديد، وهذه محاولة خطيرة. يانيك زكري، يانيك زكري، يانيك مش ممكن من هذا المكان سجل في مرمى النادي الأهلي، يانيك زكري مرور ولا أروع لهذا اللاعب، ولكن التسديدة مرت على يسار حارس المرمى، كان لازم يسدد هنا على اليمين يانيك زكري طبعا، وكرة لي يانيك زكري تحت الضغط، يعني زكري مر مرة من اثنين من اللاعبين، لعب كرة في العمق، فرصة 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 جول، لا مش ممكن مش ممكن يا داو يوسف داو، انفراد واضح وصريح من يوسف داو، كان لازم يلعبها تشب من على حارس المرمى لكنه لعبها على الارض، اصطدمت بكل تاكيد بحارس المرمى، لكن الله على زكري والتحرك في العمق رائع جدا، لازم يلعبها اعلى الحارس، شكلها ركنية ملعوبة خطيرة، فرصة من على خط المرمى، جول 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 في المتابعة، يأتي الهدف، انقذ يسجل رابع أهدافه في هذه البطولة، هذه الركنية الملعوبة بشكل رائع جدا، ومرة أخرى زكري 22، وهذه كرة خطيرة لزيسكو، جول 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 لفريق زيسكو يونايتد، هل هو ويري ولا لاعب رقم 20 هو اللي سجل لفريق زيسكو يونايتد؟ ادريس تاتي من جانب فريق اسك، عرضيه فرصه خطيره فرصه، لكن فين بالراس؟ لا كان لازم تتلعب بالقدم، كان لازم يعود خطوه للخلف ويلعبها بالقدم او يستلم ويسدد لانه كانت الرقابه غائبه، وفرصه خطيره وتسديده خارج المرمى، مش ممكن، خطيره الفرصه لفريق اسك لكن التسديده خارج المرمى، تحضير رائع جدا واستلام تحت ضغط من جانب اللاعب يوسف داو، كرة من جانب فريق اسك، مرة أخرى محاولة لخطف الكرة، كرة مخطوفة وفرصة، إدريس مومبو، إدريس إدريس خارج المرمى، إدريس مومبو، إدريس امبومبو صاحب الهدف الثالث، إدريس امبومبو مش ممكن، سدد طبعا